Preview. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وفي صحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنصاوبوا البطبوط او المخمر، كيجي رائع البنات. بلا ما نشكروا لكم غنبدا مباشره في المقادير وفي طريقه التحضير. انا بالنسبه للدقيقه البنات عندي هنايا ثلاثه ديال زلايف ديال الفورس، تكون شي نوعيه، تكون نوعيه مزيانه. وعندي زلافه الى ربع ديال السميد الناعم او لا الفينو، وعندنا الملح على حسب الذوق، وكذلك عندي هنا واحد معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين. وعندي كاضافه الى ما كانش متوفر يمكن لكم ديروا سنيده، عندي العسل، وعندي كذلك الماء الدافئ هو اللي غنجمعوا به، يكون البنات دافئ ماشي سخون، دافئ هو اللي غنجمعوا به هذا العجين ديالنا. ما قادينش يدلكوا، يعني ضروري العجينه خصها تدلك مزيان، واستعملوا العجانه غتساعدكم بزاف بزاف. المهم انا هنايا خدت الدقيق ديالي القصعه اللي كتكون كبيره شويه باش يمكن لي نعجن فيها مزيان القدر ديالي كامله. غادي ناخذ دابا الماء نجمع كلشي بالماء الدافي، واخا نخلي العجينه قاصحه شويه، ماشي بزاف البنات، قاصحه غير شويه. ومن بعد غنبقى نضيف الماء بشويه وانا كندلك، ونضيف الماء بشويه وانا كندلك. معايا هو كيخفف ليا العجين، وانا كنزيد الماء بشويه بشويه وكندلكوه مزيان مزيان. كي كتشوفوا معايا تقريبا كيجي الشكل ديالو اولا القوام ديال هذا العجين، كيجي بحال تقريبا بحال ديال السفنج، كيجي خفيف وكيتلاصق شويه، يعني كي كتشوفوا معايا كيتلاصق شويه في اليدين. من بعد البنات ما ندلكوه مزيان، غادي ناخذ شي انيه اللي غادي ندهنها بالزيت النباتيه، وغادي نحط فيها العجين ديالي، وغادي نغطيه ببلاستيك غذائي وبشي منديل، ونخليه يخمر تقريبا ملي كيكون الجو سخون بحال دابا حاليا، راه الجو ما باردش بزاف، يعني غادي تقريبا واحد ثلث ساعه غادي يكون العجين ديالكم خمر. ومن بعد كنشكلوه كريسات صغيورين على حسب الرغبه، بغيتو يعني البطبوط ديالكم يجي صغيور، بغيتو متوسط اللي بغيتو، كتشكلوا الكويرات على الشكل اللي نتوما بغيتو. ومن بعد كناخذ شي لاطا اللي كتكون مدهونه من قبل بزيت نباتيه، وكنسد فيها هاد الكريسات ديالي. ومن بعد كنكونوا درنا المقيله ديالنا تسخن. البلاستيك الغذائي درتو فوق الرخامه، وغادي نبقى فقط بالنسبه للبنات اللي مبتدئات، يعني ما تقدرش تهز العجين، يعني غيجي شويه صعيب، غادي هذا البلاستيك يقدر يساعدها، غتقلب غير بالبلاستيك يعني غتجيها اسهل. صافي كنقلبوها في يدينا، وكنحطوها مباشره في المقيله ديالنا اللي كنكونوا كي قلت لكم كنكونوا فايتين سخناها مزيان،
وصافي وكنخليوه البنات كيطيب. هي متوسطه وكنخليو الطو ديالنا يطلع على خاطرو يطيب على خاطرو. الطريقه باش نعرفوه طاب البنات كتشوفوا معايا هنايا كيدير هاد الفقاعات بحال هكا وكيصفر لنا شويه من الجناب. كيبان بلا طيب. من بعد كنقلبوه صافي. ديالنا اولا المخمر كيجي خفيف البنات زوين بزاف وكيعجب كل شيء. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وتخليوا لي الاراء ديالكم حيت كيهموني بزاف وكيشجعوني. ولكنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي كنتمنى من كل قلبي انك تشتركي في القناه وتفعلي الجرس توصلي بالجديد ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله في الفيديو القادم. السلام عليكم.